حتى انا كنت بسوريا يعني كنت بالحرب يعني شفت الحرب شفت اللي صار بسوريا. بيجيك علاقة لانه مندمر بيجوا ناس من خان الشيح من اصدقاء ما في تخلي العالم بالشارع يعني قدر الامكان بس بالنهايه لما يصيروا يوصل حد لانه عندك 1000 2000 بني ادم واصلين صار شو بدك. انا ضليت شي ساعه مسدتني بين الجثث مسدتوني بالسفينه وصاروا يحطوا العالم الميتة فوقي يعني ما غرقت بالبحر يمكن اختنق بين الجثث. والله العظيم نشوف عالم ثبتوه بالارض هيك الدم يطلع من بين ايديه بضربوا على ايديه مو ما بدي اقصهم. هي اجت من هون كيف بدنا نساعد هاي الناس فكرنا هيك نعمل عرس وناخذ مركب عرس. مين بده يوقف مركب عرس مثلا؟ ليش وقف مركب عرس؟ خمسة أنا بنام. وتر شوي وتر انت طيب هذول أربعة بنروحوا على السجن مشانك استاذ انت انت شو عصير لك الحين مسكوك برجع على ايطاليا. نحن مو محرمين ما عندنا عرس صح ولا امن عيشه كويسه لاولادي يعني مش الي وبعدين بدي احاول اجيب اولادي يشتغلوا ويعيشوا عيشة كويسة يكون معهم جنسية يقدروا يسافروا وين ما يروحوا وين ما بدهم يروحوا.